يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله. سلام عليكم. يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين، يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات. هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسيني وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 25 بعد 200. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أسئلة وأجوبة، هذا هو آخر عنوان من عناوين مجموعة الحلقات هذه. إنها مجموعة حلقات هذا هو الحسين، أسئلة وأجوبة هو آخر عنوان من عناوين هذه المجموعة. السؤال الأول، تقدم جزءان في الإجابة عليه، وهذا هو الجزء الثالث والأخير في الإجابة على السؤال الأول، والذي يتناول استفسارا واستيضاحا حول مضمون بعض النصوص من الأدعية، من الزيارات، من الروايات، من الأحاديث، من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يبدو منها أن دعاءنا أن صلاتنا عليهم، أن أعمالنا بإمكانها أن تكمل نقصهم، وهذا يعني أن نقصا يعتري ذواتهم. أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، وعن ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. أتحدث عن هؤلاء. السؤال في هذه الأجواء مر الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني، وهذا هو الجزء الثالث. في الحلقة الماضية مر الحديث عن علم الغيب في جانب مما تم ذكره من مطالب آيات الكتاب الكريم التي تنوعت اتجاهاتها وتباينت موضوعاتها، لكن علم الغيب كان عنوانا مهما في مجمل الآيات التي ذكرتها بين أيديكم في الحلقة الماضية. فآيات تتحدث عن أن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى بحسب قاعدة المطالع والمجاري في فهم الآيات وفهم الروايات، فإن الآيات هذه تتحدث عن جانب من الحقيقة. هذه الآيات تجعل علم الغيب خاصا بالله سبحانه وتعالى، هي ناظرة إلى أن علم الغيب في الأصل هو لله وعند الله ومن الله، وهذه بديهية لا نحتاج أن نتناقش فيها أو نقف عندها متأملين أو متدبرين، فالأصل في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن. أذهب بكم إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن جانب من آيات تحدثت عن علم الغيب وذكرت من أنه مختص وخاص بالله سبحانه وتعالى. وقلت لكم من أن تلك الآيات نظرت إلى جهة من الحقيقة، فبعد أن خلق الله محمدا وأهل محمد، فإنه قد تجلى في ذواتهم بعلم غيبه، وهذا واضح وواضح جدا من آيات الكتاب الكريم، وهي تتحدث في جهات أخرى وحيثيات أخرى. مر الكلام في الحلقتين الماضيتين فيما يرتبط بهذه المضامين، ولا زال الحديث يتواصل في حلقتنا هذه. ستتضح الصورة بنحو أكثر وبمستوى أوضح حينما يكتمل الجواب. آخر لقطة وقفت عندها في الحلقة الماضية أمر عليها مرورا سريعا كي أواصل حديثي من حيث انتهى. إنها الآية الثانية بعد البسملة من سورة الفتح، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمحمد صلى الله عليه وآله له ذنوب متقدمة وله ذنوب متأخرة، والآية تخاطبه بأن الله سيغفر ذنوبه المتقدمة وذنوبه المتأخرة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومثلما تساءلت في الحلقة الماضية أعيد تساؤلي: إذن ما هو الفارق بيني وبينه؟ فأنا لي ذنوب متقدمة ولي ذنوب متأخرة ولي ذنوب ستأتي في قادم أيامي ولي ذنوب تتوصل بين ما تقدم من ذنوبي وما تأخر. إذا كان محمد هكذا، إذن ما هو الفارق بيني وبينه؟ إذن لماذا أتوجه إليه؟ ولماذا أتوسل به؟ ولماذا يكون غاية لي؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه يجيبنا. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث النجفي الإسترابادي للمحدث شرف الدين. الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 593، الحديث الرابع عن إمامنا الهادي عن أبي الحسن الثالث. أبو الحسن الثالث هو إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، من أنه سئل عن قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إمامنا الهادي: وأي ذنب كان لرسول الله متقدما أو متأخرا؟ وإنما حمله الله ذنوب شيعة علي ممن مضى منهم ومن بقي ثم غفرها الله له. نسبت ذنوب شيعة علي إلى رسول الله وبعد ذلك غفرت. شيعة علي لهم ذنوب متقدمة نعم وتريليون نعم، لهم ذنوب متأخرة نعم وتريليون نعم. أما أن الكلام يكون بلفظه وبمعناه عن محمد صلى الله عليه وآله، عن محمد بذاته، فكلا وتريليون كلا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لهذا السبب نحن بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط، لأننا إذا لم نأخذ التفسير منهم فقط فسنعبث في القرآن عبثا عظيما، وسنعبث بعقائدنا عبثا عظيما، وسنعبث بديننا عبثا عظيما، وسنعبث بأنفسنا عبثا عظيما. وهذا بالضبط ما فعله الطوسي وحوزته ومراجعه منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، فلقد عبثوا في القرآن عبثا عظيما، وعبثوا بعقائدنا، وعبثوا بديننا، وعبثوا بعقولنا، وعبثوا بواقعنا. ولا زال هؤلاء السفهاء يعبثون بمصائرنا الدنيوية والأخروية، على أساس أنهم حكماء. هم لا يفقهون شيئا، لا من حكمة الدين ولا من حكمة الدنيا. على أي حال لا شأن لنا بهم، فليذهبوا هم وأتباعهم إلى الجحيم. من سورة الفتح سأذهب بكم إلى سورة الإسراء. هذه سورة الإسراء، وسأقرأ عليكم من الآية 73 بعد البسملة وما بعدها من الآيات، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هل تعتقدون أن المضامين هذه تنسجم مع محمد صلى الله عليه وآله؟ وهل أن الله يخاطب حبيبه، يخاطب أحب الخلق إليه، يخاطب محمدا، يخاطب أحمد ذلك الذي قال له يا أحمد خلقتك لأجلي، يخاطب أحمد الذي خلقه لأجله بهذا الخطاب على نحو الحقيقة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا هو الكافي، الجزء الثاني من الكافي الشريف، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 622. إنه الحديث الرابع عشر. الرواية الثانية من الرقم نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مضمون الآية ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وهي الآية 74 بعد البسملة من سورة الإسراء، تلوتها عليكم قبل قليل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ عنا بذلك غيره، غير رسول الله. هذا هو المضمون الذي يستند إلى القاعدة التي مرت علينا، إنه لسان إياك أعني واسمعي يا جارة. الألفاظ تخاطب محمدا والمضمون موجه للأمة. الإمام الصادق يقول عنا بذلك غيره. حتى إذا أراد أن يقول قائل من أن الآيات هذه أو غيرها فيها حديث عن وحي والأمة لا يوحى إليها، ما هو الخطاب لرسول الله لفظا، فهذا اللفظ ينسجم مع رسول الله، مع المخاطب، لكن المراد من الوحي بالنسبة للأمة القرآن الذي هو في المصاحف، في المصحف، هذا هو الوحي بالنسبة للأمة. قطعا هناك وجوه أخرى، فالقرآن يخاطب الأنبياء أيضا القرآن كتاب مهيمن له الهيمنة على كل كتب الأنبياء، وشريعة القرآن لها الهيمنة على كل شرائع الأنبياء. إمامنا الصادق هو الذي يقول: نزل القرآن على 4 أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. للأنبياء من شيعة محمد وأهل محمد. حينما نقول الأنبياء فإن محمدا ليس داخلا في هذا العنوان. محمد صلى الله عليه وآله حين يكون الحديث عن نبوته، نبوته تختلف اختلافا كاملا عن نبوات سائر الأنبياء. محمد بحر والأنبياء قطيرات من ذلك البحر. وحتى هذا التعبير وهذا التشبيه وهذا الوصف لا يقارب الحقيقة، وإنما يشير إليها من بعيد. فالقرآن نزل على 4 أشياء، على العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. الأنبياء مكلفون بالقرآن ومضامينه. آتيكم بمثل أو مثلين من الكتاب الكريم. آتيكم بمثل عقائدي من سورة الأنبياء. من سورة الأنبياء في الآية 5 بعد 100 بعد البسملة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الكتابة الأولى كانت في الذكر، والذكر عنوان لحقيقة القرآن. القرآن له هيمنة بصريح آياته. أنا لا أجد وقتا كي أتناول كل الآيات وكل المضامين، لكن القرآن بصريح آياته له الهيمنة على كل الكتب، وشريعة القرآن لها الهيمنة على كل الشرائع. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والزبور هو زبور داود. زمانا بحسب الزمان الأرضي فإن الزبور كان عند اليهود قبل أن يكون القرآن عند المسلمين، لكننا نتحدث في عالم الحقيقة. في عالم الحقيقة فإن ما جاء في الزبور كان محققا وكان قائما وواقعا وموجودا في الذكر قبل ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه عقيدة الإمامة، وهذه عقيدة المشروع المهدوي الأعظم، وهذه عقيدة الرجعة العظيمة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. متى تتحقق الوراثة الكاملة؟ في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. تلك هي الوراثة الإلهية الحقيقية للأرض. فهذا موضوع عقائدي جاء ذكره في الزبور، لكن ذكره في الزبور جاء فرعا عن الذكر الحقيقي، لكن ذكره في الزبور جاء فرعا عن الذكر الحقيقي، لكن ذكره في الزبور جاء فرعا عن الذكر الحقيقي لهذه العقيدة، فإنها ذكرت في حقيقة القرآن قبل أن تسطر في زبور داود. وأخذكم إلى مثال في العبادة في الأحكام. إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة، وإلى الآية 83 بعد 100 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام صيام شهر رمضان لم يكتب على أمة من الأمم السابقة. صيام شهر رمضان من مختصات أمة محمد صلى الله عليه وآله، لم يكتب على أمة سابقة، وهذا واضح في الأدعية في الروايات من أن صيام شهر رمضان فضيلة اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله. إذن عن أي شيء تتحدث الآية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ماذا يقول محمد وآل محمد في تفسيرهم؟ كما كتب على الذين من قبلكم، على الأنبياء، فإن الأنبياء جميعا كانوا يصومون شهر رمضان، كانوا مكلفين بأحكام القرآن، الأنبياء جميعا، وليس أمم الأنبياء هي التي قد كلفت. الأنبياء كلفوا بصيام شهر رمضان مثلما كلفنا نحن، لأن الأنبياء مكلفون بأحكام القرآن فكلفوا بالصيام. أحكام خاصة بالأنبياء، فالقرآن كتاب مهيمن على كتبهم، وشريعته شريعة مهيمنة على شرائعهم. الأمم السابقة كلفت بصيام، لكن لا بنحو صيامنا في شهر رمضان بتفاصيله وأحكامه وأوقاته وعدد أيامه إلى كل ما جاء بشأن الصيام وبشأن شهر رمضان. الأنبياء كلفوا بذلك، فالآيات تخاطب الأنبياء أيضا، تخاطب الأنبياء، لأن القرآن ليس محصورا بزمان أو مكان. القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، والشمس والقمر يجريان فيما مضى وفيما حضر وفيما يأتي. أنا لا أستطيع أن أطرح كل التفاصيل، وهي من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة، أنتم تستغربون منها لأنكم ثقفتم على قرآن بتفسير النواصب لا بتفسير محمد وأهل محمد. كل هذه المطالب التي أذكرها لكم هي موجودة في رواياتنا وأحاديثنا التفسيرية التي ينكرها مراجعكم الأغبياء. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من الأحياء والأموات جميعا كلهم في الهوى سوا، يشربون من نفس الآنية القذرة النجسة، ويتقيؤون على الشيعة بنفس القذرات والنجاسات التي شربوها. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا قال الصادق في الكافي الشريف؟ قال عنا به غيره. إن الله خاطبه لفظا، إياك أعني واسمعي يا جارة، نزل القرآن بهذا اللسان. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. في عيون الأخبار، في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه لشيخنا الصدوق، هذا هو الجزء الأول، والطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الحديث طويل، الحديث طويل، إنه حديث في مجلس المأمون. الباب 15، الحديث الأول، عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط في الآيات التي تلوتها عليكم، وآيات مرت أيضا علينا في الحلقة الماضية. فقال المأمون، صفحة 180، قلت هذا مقطع أخذه من حديث طويل، فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. مرت علينا هذه الآية في سورة التوبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال الرضا عليه السلام: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جار. خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته، فالألفاظ توجه لرسول الله والمضمون يوجه للأمة أو لبعض الأمة ممن شأنهم يأتي منسجما مع مضمون الآية أو الآيات. هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته. وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مرت أيضا علينا هذه الآية في الحلقة الماضية. وقوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل. واضح، فإن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يطبق قاعدة لسان إياك أعني واسمعي يا جارة في بيان مضمون هذه الآيات. الأمثلة كثيرة والشواهد كثيرة، لكن الوقت ضيق، فماذا أصنع لهذا الوقت؟ نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، قال لي نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون. لقطة أخرى من سورة الأنعام، إنها الآية 68 بعد البسملة، وقد قرأتها عليكم ووقفت عندها وقفة وجيزة في الحلقة الماضية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بينت لكم من أن ما جاء من تفصيل في هذه الآية هناك كثير من المؤمنين يمكننا أن ننزههم عن المضمون الذي تحدثت عنه الآية، لأن الآية تحدثت عن مجالس الظالمين، عن مجالس الضالين الذين يخوضون في آياتنا. أصلا في تفسير أهل البيت الذين يسبون محمدا وآل محمد، الذين ينتقصون محمدا وآل محمد، الذين يسبون الإمام المعصوم. فالآيات الحقيقية لله سبحانه وتعالى محمد وآل محمد. وبغض النظر عن هذا، إذا أردنا أن نأخذ المعنى العام للآيات ما يرتبط بشأن الدين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يستهزئون بدين الله فأعرض عنهم. هذا الموقف يقوم به كثير من المؤمنين من دون أن يصدر أمر إلهي لهم بهذا الخصوص. غيرتهم على دينهم هي التي تدفعهم لذلك. وإما ينسينك الشيطان، وشيطان ونسيان، فلا تقعد بعد الذكرى إذا ما تذكر، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الخطاب لفظا يأتي مباشرا مع رسول الله، لكن المضمون يوجه في الحقيقة لبعض المؤمنين. فكثير من المؤمنين لا يحتاجون لمضمون الآية هذه، لأنهم يدركون هذا الأمر بفطرتهم، ويدركون هذا الأمر بغيرتهم الدينية. فهذا الأمر يناسب بعضا من المؤمنين، فكيف يكون مناسبا لرسول الله صلى الله عليه وآله ذاتا؟ واضح الخطاب في اللفظ لرسول الله، لكنه في المضمون لا أقول موجها لكل الأمة، لبعض الأمة، لأن المؤمنين الغيارى لا يحتاجون لهذا البيان. هذا البيان يحتاجه بعض المؤمنين الذين ربما تكون غيرتهم الدينية باردة سمجة ليست فاعلة ليست ناشطة. لو كانت غيرتهم فاعلة ناشطة، أتحدث عن غيرتهم الدينية، لما احتاجوا إلى مثل هذا المضمون. ننزه المؤمنين الغيورين من المضامين التي وردت في هذه الآية، فكيف هو الحال مع سيد الكائنات، مع محمد صلى الله عليه وآله؟ فهذه الآية في نفس السياق، إنه لسان إياك أعني واسمعي يا جارة. تعالوا إلى طوسينا، إلى شيخ طائفتنا، تعالوا إلى هذا الفحل. هذا هو تفسيره التبيان، التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، وهذا هو الجزء الرابع. عند الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إلى آخر الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل، صفحة 165، وهو بصدد تفسيرها وبيان مضمونها. فيقول الطوسي: واستدل الجبائي، هكذا شاع على الألسنة الجبائي، والقراءة الصحيحة الجبائي، هو أبو علي الجبائي من شيوخ المعتزلة وأئمتهم المتعصبين جدا. واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، باعتبار أن الآية تخاطب النبي مباشرة: وإما ينسينك الشيطان، خطاب للنبي، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالجبائي أبو علي، واسمه محمد ابن عبد الوهاب، واسمه محمد ابن عبد الوهاب المعتزلي، توفي سنة 303 للهجرة. فالجبائي هذا، أو كما شاع على الألسنة الجبائي، يستدل بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، فالآية تخاطب النبي وهكذا تقول: وإما ينسينك الشيطان. إذن الأنبياء يعتريهم السهو والنسيان. لا زال الجبائي يقول: قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم، على الأنبياء، شيء من ذلك، فهذا كلام الجبائي شيخ المعتزلة المتوفى سنة 303 للهجرة. الجبائي استدل بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، فالآية هكذا تقول: وإما ينسينك الشيطان. واستمر في قوله من أن هذا بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك. فالجبائي يقول: الرافضة تعتقد من أن الأنبياء لا ينسون ولا يسهون، ويقول من أن الآية تخالف قولهم، هم يخالفون قول القرآن. ماذا يعلق الطوسي شيخ الطائفة على كلام الجبائي هذا؟ يقول: وهذا ليس بصحيح أن الرافضة تقول من أن الأنبياء منزهون عن السهو والنسيان، وهذا ليس بصحيح أيضا. الجبائي أعلم من شيخ الطائفة بقول الطائفة، هذا هو شيخ الطائفة. مرارا أقول من أن علماء الوهابية أكثر خبرة بكتب الحديث عندنا من مراجع النجف وكربلاء. هذا الكلام مرارا أقول، قلته وأقوله وأصر عليه، لأن مراجع النجف وكربلاء جهال إلى أبعد الحدود بكتب حديث أهل البيت. هذه حقيقة، هذا أمامكم. الطوسي ينقل كلام الجبائي، وكلام الجبائي صحيح، هو استدل بالآية بحسبه، لا شأن لنا باستدلاله. استدل من أن الآية تثبت السهو للأنبياء، لأن الآية تخاطب رسول الله: وإما ينسينك الشيطان. نحن ما عندنا مشكلة في هذا، القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، ما عندنا مشكلة في تفسيرنا لقرآننا. هم يفسرون القرآن كما يريدون، ما علاقتنا بهم. لكنه حينما قال من أن الرافضة تعتقد بعدم سهو الأنبياء وعدم نسيانهم، هذا القول كان معروفا عند أصحاب الأئمة وعند الشيعة زمان الغيبة الأولى. الشيعة كلهم يقولون بهذا. والجبائي مات زمان الغيبة الأولى، توفي سنة 303 للهجرة، والغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة. الشيعة في ذلك الوقت معروف عندهم هذه العقيدة. بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك، شيخ الطائفة يرد عليه، يقول: وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول، باعتبار هو شيخ الطائفة، هذا الشافعي المعتزلي، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة التبليغ، وهو قول النواصب، وهو قول المعتزلة أيضا. ما هو الجبائي يقول بهذا القول، وسائر النواصب يقولون بهذا القول. وهذا ليس بصحيح من أن الشيعة تعتقد بعدم سهو النبي بعدم نسيان النبي، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة الوحي، في دائرة التبليغ، فأما غير ذلك في غير دائرة الوحي، في غير دائرة التبليغ، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، فهم ينسون ويسهون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل. والذي يقول هذا شيخ طائفتنا، هذا الشيخ الطوسي، وهذا تفسيره التبيان. هو هذا تبيان؟ هذا خريان، هذا ما هو تبيان. لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك خارج دائرة الوحي والتبليغ، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العاقل. يعني إذا كان إنسان يتمتع بذاكرة متوسطة فإن ذاكرته ستكون أفضل من ذاكرة محمد وآل محمد، بحسب افتراض الطوسي من أنهم ينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل. هو الذي يقول هذا، ما أنا الذي أقول مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى أن يقول الطوسي هذا صفحة 166: وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، ينسون كثيرا من متصرفاتهم. قطعا هو تحدث فقال: وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون. هذا الغبي الأثول لم يطلع على أحاديث محمد صلى الله عليه وآله، وهي موجودة حتى في كتب النواصب، من أن المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذه الأحاديث موجودة حتى في كتب النواصب، من أن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو في حالة وعي مستمر حتى في نومه. أنا لا أريد أن أناقش كل هراء الطوسي، وينسون كثيرا من متصرفاتهم. بالله عليكم، الإنسان الذي يكون عنده اهتمام بشؤونه هل ينسى أكثر متصرفاته أم أنه يتذكر أكثر متصرفاته؟ المتصرفات الشؤون التي يحتاجها الإنسان وترتبط بحاجاته في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية، فهو هنا يتحدث بشكل مطلق عن الأمور الدينية والدنيوية. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، وماذا بعد؟ وما جرى لهم، وينسون ما جرى لهم فيما مضى من الزمان. ثم يعلق يقول: والذي ظنه، الذي ظنه الجبائي، من أننا لا نقول بهذا القول والذي ظنه فاسد، كلام الجبائي كلام فاسد، ظنه فاسد ليس في محله، حينما قال من أن الرافضة تعتقد بعدم سهو المعصوم وعدم نسيانه، يقول لا، إننا نعتقد من أن المعصوم لا يسهو ولا ينسى في دائرة التبليغ، في دائرة ما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان، والذي ظنه الجبائي كان فاسدا، والذي ظنه فاسد. فالكلام الصحيح هو هذا، من أن محمدا وآل محمد ينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل. من طيح الله حظ الطوسي، وطيح الله حظ مراجع حوزة الطوسي، وطيح الله حظ هذا التفسير اللي هو مو تبيان، هذا خريان، هذا الخريان لشيخ الطائفة، مو التبيان لشيخ الطائفة. أنتم ماذا تقولون؟ هذا تبيان له خريان، هذا ماذا تقولون أنتم؟ هذا الحمار لأنه نقض بيعة الغدير، لو التزم ببيعة الغدير وتعلم منهج التفسير العلوي وتعلم القاعدة التفسيرية، إياك أعني واسمعي يا جارة، من أن القرآن نزل بهذا اللسان لما تقيأ بهذا الخر، هذا الحمار الطوسي. تتفقون معي أو لا حينما أقول لكم من أن مراجعنا حمير، حمير أو لا؟ إما أنهم شياطين وإما أنهم حمير، لأنهم يخالفون قواعد التفسير وينقضون بيعة الغدير، فإما أنهم فعلوا ذلك بسوء نية فهم شياطين لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم، وإما أنهم حمير لا يفقهون شيئا. وهذا هو الذي أقوله، فأنا أحسن الظن بهم، لذلك أصفهم بأنهم حمير، وهذا وصف قرآني في سورة الجمعة. القرآن وصف الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهو مثال للأمة، جعل لهم مثالا، ما هو مثالهم؟ إنه الحمار يحمل أسفارا. فمراجعنا بالضبط هكذا. أنا أتحدث عن البشر الحمير، هم أقبح من الحيوانات الحمير. أنا لا أتحدث عن الحيوانات الحمير فإن الله قد خلقها هكذا، إنما أتحدث عن البشر الحمير، عن مراجع النجف وكربلاء، عن مراجع حوزة الطوسي. تجدون هذا الكلام ثقيلا. لماذا لا تجدون هذه الإساءات بحق محمد وآل محمد ثقيلة؟ إذا كنتم تجدون كلامي في وصف مراجعكم بأنهم حمير بحسب وصف القرآن، ما أنا الذي أصفهم، القرآن يصفهم، وأنا قد حملتهم على المحمل الحسن. تجدون هذا ثقيلا، لكنكم لا تجدون هذا الكفر الصريح من الطوسي في حق محمد وآل محمد، لا تجدونه ثقيلا. أتعلمون لماذا؟ لأنكم حمير أيضا. لو لم تكونوا حميرا لما صار حالكم هكذا. أتحفوهم 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 بوثيقة مراجعهم. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدرك على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له لو أخرب بابك ما توصل النوبة إليه. قال توصل، اطمئن تركبهم، يعني الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل وش داعي أقول لك؟ تركبهم يعني خلاق آمین شینی خلاق آمین چینی به اولا بکن حرکت کنون فقش دیخ عربی فقش والنفس عبارت كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وقال ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا والله